يلا خلونا نشوف رأي للمواطنين اللي حابين ماشي اتفضلي يدخلوا معانا بالمناقشة. أستاذ هاني من المنوفية، أهلا وسهلا بحضرتك. أستاذ هاني سمعنا؟ السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضل. بإذن حضرتك، يعني هو فعلا أسعار اللحوم دلوقتي فعلا عالية جدا جدا جدا. عندكم اللحمة بكام في المنوفية؟ سامع حضرتك، حضرتك سامعني كده؟ أنا سامعاك بس أنت وطي التلفزيون واسمعني من التليفون. أنا يا حاضر. فكيلو اللحمة عندكم في البلدي في المنوفية بكام؟ حضرتك ب 80 جنيه دلوقتي. ب 80 جنيه، كان بكام قبل ما يبقى 80 جنيه؟ حضرتك كان ب 60 جنيه، وفجأة يعني اترفع من 60 نط على طول 80؟ من 60 ل 80 جنيه سيادتك. خلال قد إيه؟ خلال ما فيش حضرتك، من بعد العيد الفطر على طول لحد وقتنا هذا، يعني مدة بسيطة. يعني بنتكلم في شهرين ثلاثة. بالظبط حضرتك. وطبعا اول ما هنبقى مقربين قوي من العيد الكبير ممكن ينطلوا نطه كمان. اه هتزيد، يعني احنا متوقعين انها توصل 100 جنيه واكتر. اه يعني في خلال شهر نطت نطه كده، وبعدين ممكن على الشهر الجاي. بالظبط حضرتك. انا بس انا عندي سؤال، عندي سؤال للاستاذ رئيس شركه النيل للمجمعات الاستهلاكيه. اتفضل. حضرتك دلوقتي هو بيتكلم عن اللحوم السوداني انها جيده جدا 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 زي ما هو حضرتك وصف. انا اساله بس سؤال، هل هو حضرتك بياكل اللحوم دي؟ يعني هل هو بياكل اللحوم دي ولا مش بياكلها؟ استاذ محسن، حضرتك بتاكل اللحوم السوداني؟ لو انا قلت لك اني باكلها حضرتك مش هتصدقني، لكن هو ده الواقع. لا احنا يعني احنا هنصدق حضرتك. بس قولها بضمير، جاوب بضمير. بامانه صحيح، بتاكل لحوم سودانيه؟ بستخدمها. ورايك فيها ايه؟ كويسه جدا. كويسه جدا. واللحوم المجمده كمان كويسه. بتشتريها من الجمعيه؟ ايوه يا فندم. طب الناس بتشتكي ليه؟ الناس عاوزه تروح تجيب لو اللحوم السودانيه كويسه جدا جدا، هل الناس حابه تروح تشتري الاغلى؟ هو في ثقافه عند الناس انه عايز لحمه بلدي. الست في البيت تقول له لا ما تجيبلناش لحمه الجمعيه، هات لنا لحمه بلدي. وهي ما جربتهاش. ليه سمعت لحمه الجمعيه مش حلوه؟ دي حاجه زمنيه زمان. يعني زمان. في من زمان. في زمان. ثقافه زمنيه. طب انت كجزار شايف لحمه الجمعيه ازاي بصراحه؟ يعني شهاده حق. شهاده حق؟ مش عارفين هم يبقوها. هما مش عارفين يبيعوها. ايوه بس ولا يسوقوها. لا انا مش ده سؤالي. انا قصدي انت شهادتك ايه على اللحمه بتاعت الجمعيه، كويسه ولا نوعيه؟ هي النوعيه كويسه لو قعدت عندنا شهرين كمان، بلاش تبيعها في ابو صلبه. هو البيع عارف. يعني ايه لو قعدت عندنا شهرين كمان؟ هتاخد علف في مصر. يعني تيجي من السودان تقعد شهرين تاكل علف من مصر. بعد كده بتغير. العجل السوداني ما بيحصل وحش فيه. خلي بالك بيحصل في الاسترالي والبرازيلي. البرازيل والاورجواي، لكن انا بتكلم دلوقتي ابيع على السودان. السودان دي جنبنا. ايوه ده هي نفس المراحل. حضرتك سبب المشكله اللي احنا فيها دي انت ما حضرتناش، اما كنا موجودين مع خالد بيه وزير التموين. ايوه واتكلمنا على جزار تعاوني. ايوه عشان كنا هدينا الدنيا. معالي الوزير قال ايه؟ تاخده ب 40. طب المجمع يبيع ب 40، الجزار التعاوني يبيع ب 40، هيبيع ب 50. طب ازاي؟ ما هو نفس النوعيه يا بيه. أيوة. واحنا اللي اعترضنا عليه، قعدنا ثلاث اسابيع والاخر اسبوع رفضنا. خلي بالك ان هي ب 40 الدوله بتدعمها. هي ما فيش دعم يا بيه على كده. ما هو ما فيش دعم. معلش خلينا بقى نتكلم فيها بسرعه. دعم. طب هقول لحضرتك، عارف انه فيها انت ما خليتوناش ليه في جزار تعاوني؟ كانت الدنيا هديت، كنت على الاقل خدت 300 جزار، كانش الجزارين دي كلها راحت للحم البلدي. ما برضو سبب المشكله حاجات كتير. لو هنفتح هنفتح بقى واحنا قاعدين. لا افتح براحتك. افتح. ما احنا عايزين. انا انا دي ما انا بتكلم دلوقتي اهو، انا بتكلم حضرتك. ما وقفتوش ليه ب 300 جزار حتى؟ كانت ريحت الدنيا. ليه انت تبيع ب 40 والجزار يبيع ب 50؟ يا استاذ ما هو نفس النوع. انا ما اقدرش اخد ابيعه ب 50. احنا مين اللي قال لك؟ ما احنا الدكتور ناجي شتله اما قعد في 82 ل 85 كيلو لحمه ما زادش تعريفها، كان ب 240. وبعدها الدكتور جلال ابو الدهب ب 7 جنيه على ما تتذكروا، ومشروع البيتيلو. مين سبب الازمه؟ أيوة مش الجزارين. ومفيش جزار عايز يبيع بزياده. معلش حضرتك بتتكلم في تاريخ كان الدولار بكام، والنهارده بتتكلم في الدولار بكام. طيب والنهارده طب ما تديناش، ما بيدعمش ليه الجزار التعاوني؟ لانكم انتوا ما رضيتوش بهامش ربحه قليل. مين هو الهامش؟ يا بيه انا عايزك تديني زي المجمع، انا مالكش دعوه بالهامش. قول لي بيع زي المجمع ب 40 جنيه. شوف المجمع بياخد بكام وادي الجزار بكام ويبيع ب 40 جنيه. انت ما وافقتوش ليه؟
كنا ريحنا الدنيا وما كناش وصلنا للي احنا فيه دلوقتي. مش هو ده السبب. امال ايه؟ امال ايه السبب؟ مش هو ده السبب. لا لا، طب نقفل. عاوزه تتكلم تدخل معانا في ثلاث ايام. السبب احنا عايزين نريح ثلاث ايام، ودي وانت كنت قاعد حضرتك وقلنا لمعالي الوزير نقفل ثلاث ايام نريح، لا تجيبوا لنا عجول من بره ونريح البقري ده شويه ست شهور الدنيا تبقى حلوه. ما الحلول موجوده. طيب هنتكلم اكتر عن الحلول الموجوده، بس معانا رشا من القاهره. رشا اهلا بيكي. الو. طيب واضح انه رشا الخط قطع معاها. احمد من القاهره اهلا يا احمد. اهلا بيك. اهلا بحضرتك، اتفضل. ازي حضرتك؟ تمام تمام الحمد لله. سلم على الموجودين عند حضرتك. واخص بال حكايه الخطوط. طيب واضح اللحمة. الخطوط بتقطع من كتر سعر اللحمه. من نار اللحمه. طيب حضرتك كنت بتقول الحلول كتير، انكم تقفلوا ثلاث ايام مثلا حل؟ هتريح الدنيا شويه، اللي هنبيعهم في السبعه هنبيعهم في الاربع ايام. دي برضه هتريح، بس كله يبقى يقفل. اصل حضرتك ما فيش حد بينزل يشتري لحمه كل يوم، حتى لو هي وبيشتروها يعني ممكن مره في الاسبوع. طيب. او مره كل اسبوعين. يبقى نفتح ليه السبع ايام؟ ما احنا برضه عايزين نرشد استهلاك ترشيد. وهتبقى بقى طوابير بقى لو ناس. فين الطوابير؟ هو اصلا في طوابير؟ الناس ما قطعت. لا 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 ما فيش طوابير. لا يعني لو الناس هقول لحضرتك اللحمه 60 جنيه مش كان بيبقى فيه طوابير؟ لا لا برضو؟ لا لا كتير برضو على الزبون عشان تبقى عارف. طب لما انتوا طب ما هو المنافذ موجوده بتاعت الجيش. منافذ ثابته ومنافذ متحركه. وبتقف في الميادين وبتبيع. انا بكلم البي اللي هو بيقول ما فيش لحمه، حتى لو ما فيش في المجمعات منافذ الجيش موجوده وفيها لحمه ب 34 جنيه عربية. وهم بيبيعوها والناس واقفه عليها الطوابير. واللحمه اللي ب 34 جنيه في منافذ بتاعت الجيش في اماكن مخصصه مش موجوده. يعني مش موجوده في كل الاماكن. انت شغلك فين؟ يعني في كل ميادين مصر موجوده. استاذ محمد بس قبل ما اخد تليفوني ده، شهادتك ايه على اللحمه الموجوده في منافذ الجيش؟ كويسه، ما الناس بتاكلها. هو الجيش هيجيب حاجه وحشه؟ طيب جميل، يعني اللحمه في منافذ الجيش ب 34 جنيه وكويسه جدا، اللي هي المجمده البرازيلي. ما هو البيع عارف. ايوه البرازيلي، وعندهم المنافذ الثابته. طيب بتبيع ب معانا محمد من اسكندريه. اهلا بيك يا محمد. الو السلام عليكم. عليكم السلام. لو سمحت، هو يعني المفروض ان هم عارفين هم بيلفوا في حلقه مغلقه، واخد بال حضرتك؟ ايام السادات الله يرحمه منع ذبيح الانثى شهر، والتزمت التجار والتزمت الناس. المشكله ان دلوقتي الجزارين بتذبح الانثى وبيذبحوا البتل الصغير، واخد بالك؟ فالثروه بتضيع، واخد بال حضرتك؟ طيب وصلت الفكره يا محمد. معانا سلوى من القاهره. اهلا يا سلوى. ايوه مساء الخير. اهلا بيكي. الو. ايوه مع حضرتك، اتفضلي. من فضلك، انا كنت عايزه اسال استاذ محسن سؤال. اتفضلي سؤالين. حضرتك استاذ محسن بياكل في بيته اللحمه بتاعت المجمعات؟ ما هو احنا لسه سالينه نفس السؤال. لا معلش اسمحي لي حضرتك، لحمه المجمعات لا ريحه ولا طعم ولا منظر ولا حاجه خالص، واتحداكي اذا كان بياكلها في بيته. استحاله حضرتك، الا اذا كانوا بيجيبوا له حاجه سبيشال بقى. مفيش سبيشال. انما هو مش هياكل اللحمه اللي عارضينها للناس. لا لا لا، اللحمه بتتعرض ريحتها وطعمها بتشال كده على جنب شويه منظرها. سوري في الكلمه، يخلوا حضرتك ترجعي انزلي المجمعات وشوفي. انتوا بتجيبوا لنا مسؤولين يتكلموا كانهم من كوكب تاني مش عايشين في وسط الناس. يا فندم حضرتك لما بتستضيفوا حد استضيفوا حد عايش في وسط الناس. موجوده في الفنادق، في كل فنادق مصر والخمس نجوم في مصر، والناس بتاكلها وبتدفع فيها مئات الجنيهات.